مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من مترو الصحافة نطلع فيها على أهم العناوين المحلية والعالمية. عالميا يقولون بأن روسيا حاولت تسميم جاسوس كان يعمل معها في بريطانيا ولكنه اختلف معها، مما أثار غضب بريطانيا. ليس فقط تسميم الجاسوس، إنما يقولون بأنهم أيضا حاولوا تسميم ابنة الجاسوس وهو يتمشى في حديقة عامة، وهنالك أزمة دبلوماسية. كل الصحافة العالمية اليوم اهتمت فيها وتحدثت عنها، وهي إلى العناوين. نبدأ مع رويترز. مصادر: خلافات حول كوريا الشمالية وراء قرار ترامب الإطاحة بتيلرسون. قالت مصادر مطلعة أن خلافات حول كيفية التعامل مع ملف كوريا الشمالية النووي كانت عاملا أساسيا في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإطاحة بوزير الخارجية ريكس تيلرسون. وأضافت المصادر أن تيلرسون أيد منذ البداية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية، وهو ما أثار حنق ترامب الذي أراد مواصلة أقصى درجات الضغط على بيونغ يانغ قبل الاستجابة لدعوته للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وإلى روسيا اليوم. حرب اغتيالات الجواسيس تزداد سخونة بين بريطانيا وروسيا. إغلاق السفارة الروسية في لندن وارد، ومقاطعة مونديال موسكو وأمريكا وأوروبيا غير مستبعد. العلاقات البريطانية الروسية تمر بأزمة خطيرة هذه الأيام، والسبب جاسوس روسي جرى العثور عليه غائبا عن الوعي ومعه ابنته، وسط ترجيحات بتعرضه لهجوم بمواد كيماوية حيث كان يتنزه في حديقة عامة قرب منزله في منطقة سالزبري. السيدة وزيرة الوزراء ترأست اجتماعا لمجلس الأمن القومي البريطاني، وأشارت بأصابع الاتهام إلى روسيا باعتبارها المسؤولة عن هذه الجريمة واستخدام أسلحة كيماوية محظورة دوليا في تنفيذها. وإلى CNN في نفس السياق. هالي، والتي هي عمليا مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، تنتقد روسيا بسبب تسمم جاسوس في بريطانيا. ومن هنا إلى نفس السياق، ولكن في روسيا اليوم. من وجهة نظر ألمانية هذه الأزمة، ميركل لا يتعين على قضية سكريبال تسميم العلاقات مع روسيا. وقالت ميركل في حديث نقلة رويترز إن برلين تنظر بجدية إلى البيانات التي تلقتها الحكومة البريطانية، وإنه سيتم في المستقبل القريب التوصل إلى موقف أوروبي عام في هذه القضية. أيضا قناة المنار تحدثت عن الموضوع، وقد جاء لندن تؤكد مسؤولية موسكو في تسميم الجاسوس الروسي واجتماع طارئ لمجلس الأمن. نددا حلف الأطلس الأربعاء بتسميم الجاسوس السابق، معتبرا ذلك انتهاكا فاضحا للأعراف والاتفاقات الدولية حول الأسلحة الكيماوية، وطالب روسيا بالرد على أسئلة بريطانيا في هذا الصدد. وإلى AFP. نقلت على لسان الجاسوس الذي حاول اغتياله. قال الجاسوس إنه كان يحاول التواري عن الأنظار في نيوزيلندا بعدما فر إلى بريطانيا على إثر خلاف مع رؤسائه في موسكو. وأوضح أنه لاحظ أن أحدا ما يلاحقه في شارع كوين الذي يشكل محورا أساسيا في المنطقة عندما اقترب منه متشرد، وقال لبرنامج صباح الخير بريطانيا اليوم: بعد ذلك شعرت بنوع من الغبار يرش على وجهي، بينما كان المتشرد، والذي يبدو أنه ليس فعلا متشرد، يبتعد بكل بساطة سيرا على الأقدام. وأوضح أنه شعر على الفور بدوخة، وفي المساء نفسه كان يعاني من طفح جلدي، وتابع أنه واجه بعد ذلك مشاكل صحية وخسر 30 كيلوغراما من وزنه في الشهرين اللذين تليا الحادثة. وأخيرا في صحيفة رأي اليوم، ولكن في سياق مختلف، تركيا تصعد هجومها على منطقة عفرين، وأردوغان يأمل في سقوطها بحلول مساء اليوم، وأكراد سوريا ترد تصريحات أحلام يقظة، وسنتصدى لقواته مهما كان الثمن، مقتل 10 من القوات الشعبية السورية في القصف التركي، ومأساة إنسانية فيها، واستنفار للمقاتلين الأكراد. إذن عمليا
توتر كبير، وكما يقول عمليا عفوا الجاسوس الروسي بأنه كان يسير في حديقة عامة فاقترب منه متشرد ورش غبارا على وجهه، ومنذ حينها وهو يشعر بحالة صحية سيئة جدا. والحديث عن أسلحة يعني كيماوية محظورة دوليا استخدمتها روسيا ضد جاسوسها السابق الذي كان في بريطانيا. بريطانيا بعثت بمجموعة من الأسئلة للروس ولكن حتى الآن لا رد في هذا الموضوع. موقف ألمانيا عمليا يعتبر موقفا معتدلا، ويقول بأن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي يجب أن لا تتسمم، ولكنها في نفس الوقت قالت بأنها تنظر بجدية إلى البيانات التي تلقتها الحكومة البريطانية التي تؤكد أن هذا المتشرد ما هو إلا عميل روسي ذهب إلى هناك وقام بهذه العملة التي تعتبر محظورة دوليا. علاقات متوترة قد تؤثر على المونديال الذي سيحدث في روسيا قريبا. من هنا وإلى شأن إسرائيلي داخلي، مقال كتبه الصحفي أنطوان شلحت يقول البلدوزر في إسرائيل هو الذي يحسم. نتابع المقال. عصف ذهني، البلدوزر يحسم. سواء ستشهد إسرائيل انتخابات مبكرة في الصيف القريب أو لا، سيكون السجال في خضمها متمحورا بالأساس في قضية فساد مؤسسات الحكم على خلفية الشبهات الحائمة حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي الشأن السياسي سينجلي أكثر فأكثر مبلغ تغلغل الإجماع إزاء غاية الاستيطان في أراضي 67 بين الأحزاب الصهيونية كافة. بكلمات أخرى، في حال إجراء انتخابات ستمضي إسرائيل نحوها وهي أشد تمسكا بسياسة الضم والتوسع التي لم تكف عنها يوما. أما الرؤية حيال حل الدولتين التي لا ينفك بعضهم يروج رسوخها في مسلكية السياسة الإسرائيلية العامة فتبقى لا أكثر من ضريبة كلامية فقط. وجاء في المقال أيضا، بينما هي في الممارسة غائمة ومغلفة بكل ما في مقدوره أن يفضي إلى مزيد من تمكين دولة الاحتلال وتعزيز أمنها من جهة، والاستئصال كل ما من شأنه أن يجعل أي دولة فلسطينية عتيدة قادرة على الحياة، وخصوصا في كل ما يتعلق بموردي الأرض والحيز العام، من جهة أخرى موازية ومكملة. جاء في المقال، في آخر انتخابات جرت في العام 2015 نشرت تعليقات كثيرة أعادت إلى الأذهان أن التوقع أن يؤدي اعتلاء معسكر الوسط اليسار سدة الحكم في إبطاء النمو الاستيطاني في الأراضي المحتلة مبالغ فيه، حتى بالإسناد إلى الإحصاءات المتعلقة بهذا الصدد. حكومة الوسط اليسار لا تبطئ معدل النمو في المستوطنات، بل العكس هو الصحيح. ولهذا تفسيران، الأول أن تلك الحكومات تحظى بدعم الدولة المؤيدة للسلام، ولذا لا نواجه سياستها الاستيطانية كما يحدث مع حكومات اليمين. وتدل الوقائع على أن التغيير في موقف الدولة من قضية الاستيطان بمجرد الانتقال من حكومة أولمرت إلى حكومة نتنياهو كان بارزا. الثانية قادرة على الصمود المنخفض نسبيا لحكومة الوسط واليسار في مواجهة المستوطنين. لابد أيضا من الإيراد ملاحظة إضافية، في الوقت الذي تركز أغلبية المعارضة الإسرائيلية لحكم نتنياهو جهودها الرامية إلى إسقاطه على فساده مع أقطاب حزبه وحكومته، فإن هذه المعارضة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاحتلال تتماشى مع أبرز طروحاته، وخصوصا إذاء الاستيطاني والقدس والمطالب الأمنية وسائر القضايا التسوية النهائية، وكذلك حيال مقولة عدم وجود شريك فلسطيني ومطلب الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وبعد هذا كله تؤكد وجوب الانفصال ديماغوغيا عن فلسطين حتى من طريق خطوات أحادية الجانب، إنما من دون الحاجة إلى الانسحاب إلى خطوط 67 ومن دون حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأيضا من دون القدس. وأخيرا جاء في المقال، وهو في جوهر الانفصال نفسه الذي سبق أن طبقه أرييل شارون حيال قطاع غزة عام 2005 من دون أن يتخلى عن اعتقاده المتأصل في البلدوزر والشقق الاستيطانية هي التي تحسم الحدود في نهاية المطاف.
إذا تقريبا حسب كاتب المقال الأستاذ أنطوان شلحت يقول بأن البلدوزر هو من يقرر، بمعنى بأن القوة في إسرائيل هي التي من يقرر، ولا يوجد فرق كبير في هذه الحالة بين يمين ويسار في إسرائيل. ويستشهد بذلك بأنه أيام حكومة أولمرت الوضع لم يكن أفضل بكثير من حكومة نتنياهو فيما يتعلق في المستوطنات، ويقول بأن المعارضة والائتلاف في إسرائيل يتفقان حتى إذا أرادت المعارضة إسقاط نتنياهو على أن المطالب الأمنية، القدس والاستيطان والتسوية النهائية وباقي القضايا المركزية بما يسمى الثوابت الفلسطينية لا فرق بين الضدين في الكنيست. للحديث عن هذا الموضوع بشكل أوسع معنا الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية الأستاذ سليم بريك، يعطيك العافية أستاذ سليم. أهلا بك. يعني نحن لربما الفلسطينيين وأيضا في داخل الدولة الإسرائيلية من يعارض حكم نتنياهو لربما يفرح أحيانا لهذه الفضائح ويقول نعم لإسقاط نتنياهو، ولكن القادم ليس أفضل، صحيح؟ نعم صحيح. أنا صعب حقيقة، ما قريتش المقال ولكن أكيد راح أقرأه. صعب أن يتناقش مع الأمور اللي إجت في المقال لأنه غالبيتها أنا موافق معها من ناحية المبدأ. صعب جدا ان احنا نحكي عن حزب العمل كبديل لليمين. لازم نعرف شو هو تاريخ حزب العمل. انا كان لي مره في الماضي نقاش مع احد زعماء حزب العمل العرب واللي ادعى انه انا ما بعرفش عن حزب العمل، هذا حزب يساري ويريد السلام. فعملت بحث كبير عن حزب العمل، عن اسس حزب العمل، واكتشفت وشي هذا مش جديد، بانه حزب العمل دائما نادى باكبر كميه من الارض واقل عدد من العرب. وبأي طريقة، مثلا حزب العمل هو الذي دعا إلى ترانسفر للعرب، هو الذي نفذ الترانسفر في 48 على سبيل المثال. واليوم لما نحن نحكي عن زعماء حزب العمل، مثلا أهود براك اللي لحد اليوم هو يعد من زعماء حزب العمل حتى لو لم يكن من ناحية الشكلية في, 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 في الحزب وفي الكنيسة. حزب العمل ملتزم بالاستيطان، حزب العمل ملتزم بالأيديولوجية الصهيونية لأيديولوجية الاستيطان. أكثر من مرة أنا أتحدث عن هذا الموضوع بأنه في إجماع في المجتمع الإسرائيلي، إذا نخرج ميريتس فبيبقى إجماع تقريبا في المجتمع الإسرائيلي كله على ضم حوالي 60% من الضفة الغربية اللي هي منطقة سي. دولة إسرائيل ترى، وهذا الموضوع ما كانش تقريبا سر كبير يعني تحدثوا عنه بشكل غير معلن، بأنه حل مشاكل البناء في إسرائيل والأراضي وبناء مستوطنات جديدة يجب أن يكون على حساب منطقة سي. وهذا يعني أنه المجموعة حتى في حزب العمل أو حتى في حزب يائير لبيد التي تتحدث عن قضية ديموغرافية، أي الأغلبية اليهودية والحفاظ على الأغلبية اليهودية، ولا هذا الأساس يجب أن نصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، هم بذاتهم مستعدين أن يضموا مناطق من 22% من الأراضي التي بقيت للشعب الفلسطيني من فلسطين التاريخية، وتوصل لحلول على أساس المنطقة A والمنطقة B، وربما توسيع المنطقة B بعض الشيء. هذا هو الإجماع الحقيقي الموجود اليوم في المجتمع الإسرائيلي. نعم. سواء كان في اليمين أو بما يسمى اليسار. نعم، يعني يدعون هذا إلى السؤال وإلى التفكير بأنه كيف على السياسة الفلسطينية أن تتصرف في حالة بأن الموجود مر والقادم قد يكون أمر، بمعنى أننا أمام خيارين أحلاهما مر، هذا حتى لو فرضا استطاع اليسار إسقاط اليمين، ما هي الفكرة التي يجب أن يتخذونها؟ شوف، حتى لو اليسار او ما انت تسميه يسار، انا افي جابي كان مصوت ليكود، انا لا استطيع ان اسمي افي جابي يسار، واكيد انا استطيع ان اسمي يائير لبيد يسار، ولكن نفرض جدلا بان هذا يسار وهو توصل الى الحكم. هذا سياخذ بالحسبان اليمين قوي جدا في الوجود تبعه، وليس فقط من الناحيه العدديه. يعني خلينا نتذكر انه مقتل رابن في 95، التحريض ضد رابن كان بشكل رهيب ومخيف، حتى التحريض ضد شارون بال 2005 بقضيه الانفصال عن غزه كان تحريض رهيب. فاليسار يخشى من اليمين ومن السياسة الغير ديمقراطية التي ينتهجها اليمين في هذا الخصوص. نعم. النقطة الثانية بأنه المستوطنين اللي هن تقريبا اليوم حوالي 600 ألف مستوطن في الضفة والقطاع حسب بعض التقديرات،
عندهم تمثيل عالي جدا في البرلمان. يعني اليوم على سبيل المثال وزير الدفاع مستوطن وثلاثة وزراء آخرين هم مستوطنين بنفسهم. فالتمثيل البرلماني للمستوطنين هو عالي جدا وقدرتهم السياسية في الحلبة السياسية عالي جدا حتى لو لم يكونوا في الحكومة. النقطة الإضافية هي الضعف الفلسطيني. أنا آسف أن يقول أن الاستراتيجية الفلسطينية فشلت منذ سنة 2000 لحد اليوم، هي تنتقل من فشل لفشل وخصوصا بعد موت عرفات رحمه الله. فهناك فشل مستمر في الاستراتيجية الفلسطينية، ونحن شفناه بقضية ضم القدس. فهون اتضح لنا شغلتين اللي هي مؤسفة جدا، وأنا أفكر أنه وضع الفلسطينيين على أساسه هو كارثي. الأول هو ما تحول في الولايات المتحدة حكومة ترامب، حتى تيلرسون الذي كان بعض الشيء معتدل طرد من الإدارة الأمريكية. في الولايات المتحدة من يسيطر هناك هو أيباك، وأيباك هو يمين متطرف، يجب أن نأخذ هذه النقطة في الحسبان. النقطة الثانية هي الخذول العربي، هو القنوع العربي، هو موقف العربي المهين، موقف السعودية، موقف مصر، موقف الأردن، كل هذه الدول اللي احنا شفنا حتى في قضية ضم القدس اللي اعترف فيها ترامب، اللي كان موقف مهين مخجل لهي القيادات العربية، وهي القيادات تعطي ضوء أخضر لإسرائيل بادعاء بأن إسرائيل شركتها في الحرب ضد إيران وضد الهيمنة الإيرانية. يعني إسرائيل تأخذ الضوء الأخضر من السعودية، من دول الخليج، من الأردن، من مصر، مصر السيسي، وتعتقد بأنها بما أنه هناك التهديد الإيراني فإذا نحن نستطيع أن نعمل في القضية الفلسطينية ما نريد. وهذا يفسر رجوع نتنياهو مرة ومرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة على قضية إيران، وتجاهل نهائي للقضية الفلسطينية. هذا ليس من فراغ، وإنما لأن هذا يرضي الشركاء العرب الموجودين في محيط الإسرائيلي، ويضع إسرائيل بوضع تستطيع أن تنفذ سياستها ضد الشعب الفلسطيني من غير أن تحظى بأي معارضة من الدول العربية المجاورة. الأستاذ سليم بريك، المحاضر في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وعلى هذا التقييم على مقال الأستاذ أنطوان شلحت، والذي وافقته عمليا الرأي وقلت نعم بين يمين ويسار في إسرائيل نبحث كما يقولون بسراج وفتيلة على من يسمى فعلا يسار داخل تركيبة الكنيست، وهذا ما لا نرى. وعلى سيرة محاولات إسقاط نتنياهو الكثيرة والحديث عن ذلك، باراك الذي أيضا ذكره الآن الدكتور سليم بريك، والذي هو عمليا أحد نجوم حزب العمل وإن لم يكن رسميا داخل الكنيست، ينشر بشكل تقريبا متوالي فيديوهات للمجتمع الإسرائيلي تصل إلى مئات ألاف المشاهدات، يحاول فيها الدفع باتجاه إسقاط نتنياهو. لكم الفيديو الذي نشره قبل فترة وجيزة. سلام لخולם، זה הזמן لخلق מאיתנו לקום מהקורסאות ולחלק אחר להשתחרר מהקסם שהטיל בהם ביבי, ולכולנו לשאול את עצמנו מי ומה אנחנו, איזה מדינה ואיזו ישראליות אנחנו רוצים, לא מה אמרו הערב הסקרים שלרוב משקרים. נגמר פרק ביום שאיננו רחוק בו יוסרו צווי איסור הפרסום וביבי יחקר באזהרה בפרשת הצוללות, יהיה ברור לכל כי עליו לעזוב מיד את תפקידו. באותו יום נבין שהבחירות הם רק ניסיון הצלה נואש שמועד להיכשל, של אדם ששקוע עד צוואר בלפחות שלוש פרשיות שוחד, ועסוק בהסתה שלנו איש ברעהו, ושל כולנו במוסדות המדינה, כולל צהל ובית המשפט העליון. על יריביו לקום למאבק חסר פשרות לסיום מהיר של ימי שלטונו. על חסידיו לחשוב כבר היום על היום שאחרי ביבי, מי יוביל ולאן. היום שאחרי נידרש כולנו לפתוח דף חדש, דף של פיוס ואחדות בעם. לא עוד ימין ושמאל, לא עוד בוגדים מבפנים. האיומים על ישראל הם רציניים ואמיתיים, גם כשאינם קיומים. כולם יובסו אם נהיה מלוכדים, והרי אנשים אחים אנחנו. إذن أيضا رئيس الحكومة السابق ووزير أمن إسرائيل السابق أهود باراك، وهو أحد أهم القيادات الإسرائيلية، يحاول أن يقول للمجتمع الإسرائيلي بأن أطيحوا بهذا الفاسد، ويحاول أن يخفف من وطأة ومن روع الاستطلاعات الرأي التي تقول بأن نتنياهو هو الأقوى، ويقول بأن هذه استطلاعات رأي يمكن التشكيك فيها وغير صحيحة، ويؤكد بأن إزالة نتنياهو واليمين من الحكم بضربة قوية ما زال واردا حسب ما يقول رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك. ومن هنا إلى عناوين فلسطينية مهمة وإسرائيلية داخلية، تمرير ميزانية الحكومة إحدى أهم العناوين الإسرائيلية، وقصف على غزة إحدى أهم العناوين الفلسطينية. هيا بنا.
نبدأ مع وكالة وفاء الاحتلال يقصف بالمدفعية والأسلحة الرشاشة شرق مدينة غزة وجباليا. ونبقى في وفاء، إصابة مواطن بشظايا قصف صاروخي إسرائيلي شرق بيت حانون. أيضا خبر ثالث من وفاء، نابلس، قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين بينهم أسيران محررا. في صحيفة الأيام الفلسطينية، نيابة الاحتلال تسعى لتبرئة قاتلي الطفل الشهيد سمير عوض. أكدت أن مكتب النائب العام أن يتفاوض مع الجنديين السابقين، حيث يفكر الادعاء في إلغاء لائحة الاتهام ضدهما، ومن المتوقع أن يتخذ قراره قبل جلسة المحكمة في 26 من آذار الجاري. وإلى صحيفة القدس الفلسطينية، أيضا في اعتداءات الاحتلال على شعبنا، جاء الاحتلال يشدد الخناق على نابلس بحثا عن منفذ عملية أرئيل. عملية أرئيل التي نفذها الشاب عبد الكريم عاصي 19 عاما والذي يعتقد أنه يختبئ في المدينة. وإلى صحافة إسرائيلية، فيها آرتس، البنك الدولي: ارتفاع مستوى المعيشة في غزة توقف عن النمو منذ سنوات، وغزة على حافة الانهيار. مواطنو غزة يعانون من غلاء الأسعار بينما لا يوجد أي ارتفاع في الرواتب. وعن نفس الموضوع ولكن في موقع بكرة، قال البنك الدولي أنه سيرفع هذا التقرير الذي يتحدث عن الوضع في قطاع غزة إلى لجنة الارتباط الخاصة في 20 مارس 2018 في بروكسل. هو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، ومن الضروري أن يقوم المانحون بإرسال معونات عاجلة على المدى القصير لمعالجة نقص السيولة في الوقت الراهن وتحسين الأوضاع الإنسانية الأليمة. وكشفت بيانات اقتصادية حديثة عن انخفاض معدل النمو في غزة من 8% عام 2016 إلى 0.5% فقط بعد عام واحد 2017، مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقارب نصف القوى العاملة. إلى وين هذا الصباح، أبوات ناسفة فجرت في غزة، لا يوجد إصابات. أبوات ناسفة تم تفجيرها بين مدورية للجيش في جولة شمالي قطاع غزة تمر. القوات كانت بعيدة عن مكان الانفجار الذي يتظاهر فيه المئات من الفلسطينيين كل أسبوع، ولم تقع إصابات أو أي خسائر، فيما الجيش ضرب مواقعا تابعة لحركة حماس. موقع القناة العاشرة، نقاط مراقبة تابعة لحركة حماس تم تفجيرها. وفي سياق آخر ولكن متصل، جاء في إسرائيل هيوم: يقوم بحرق الجسور الدولة القومية لأبو مازن. رئيس السلطة الفلسطينية يطرح سياسة الرفض الخاصة به، الهدف خلق رد فلسطيني استراتيجي على السياسة الموالية لإسرائيل للإدارة الأمريكية. ومسؤول كبير في رام الله يقول: القطيعة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة باق حتى تراجع ترامب عن نقل السفارة. أيضا في إسرائيل هيوم، تمت المصادقة على ميزانية الدولة والتي تبلغ نحو 497.6 مليار شيكل، وهي الميزانية الأعلى منذ قيام الدولة، نحو 73 مليار فقط للقضايا الأمنية. الخبر قبل الأخير من واينت، هل لم يكن بالإمكان منع ذلك؟ مقاطع تنشر لإهود أولمرك غدا في صحيفة واينت عندما كان في السجن يتحدث بالتفاصيل وكيف كان ينظف السجن. وأخيرا أيضا فيها آرتس في نفس القضية مع إهود أولمرت، الحديث بأن أولمرت يفتح أيضا النقد الواسع على نتنياهو وزوجته. إذن القضية الأهم عمليا في هذا اليوم في الصحافة الإسرائيلية بأن الميزانية، ميزانية العام 2019، مرت بعد مناورات كثيرة. والحديث عن هذه الميزانية، الدكتور رمزي حلبي المحاضر والخبير في الشؤون الاقتصادية. أعطيك العافية دكتور. أهلا بك وبالمشاهدين. دكتور، يعني عمليا الميزانية الأعلى للدولة منذ إقامتها، ونحو 73 مليار شيكل للقضايا الأمنية، هذا يدل أيضا الاقتصاد، يدل بشكل واضح على أجندة الدولة المستقبلية.
نعم، يعني أولا هناك ارتفاع في ميزانيات الدولة مقارنة بالعام 2018 حوالي 4.3%، وحوالي 25% ارتفاع في مصروفات الدولة مقارنة بالعام 2015. الميزانيات الكبرى تعطى لوزارة الأمن يعني حوالي 73 مليار كما ذكرت، بما في ذلك المساعدات الأمريكية. والبند الثاني هو التربية والتعليم حوالي 60 مليار. يعني يمكن أن نقول بأن هذه الميزانية عمليا المصادقة عليها في هذه الفترة بالذات لأسباب سياسية للحفاظ على متانة الائتلاف وهذه الحكومة، مع الأخذ بأن اعتبار أن هناك تهديدات أخرى. ولكن من الناحية الاقتصادية عندما تصادق الحكومة على ميزانية الدولة للعام 2019 تسع أشهر عمليا قبل الوقت، معنى ذلك هذا يعطي نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي. نعم. هناك نقد شديد من قبل المعارضة لهذه الميزانية، خاصة أنها يعني لا تعالج قضايا مهمة جدا مثل أزمة السكن والعقارات. ثانيا كل ما يتعلق بالأزمة الكبيرة في السوق التجاري في إسرائيل، وما يتعلق بقرارات أمريكا بخفض ضريبة الشركات. ولكن الأهم من كل ذلك في نظرة إلى المستقبل، عندما لاحظنا هذا الأسبوع كان في تقرير لصندوق النقد الدولي وللOECD أن في المدى البعيد النمو الاقتصادي في إسرائيل سيتراجع، خاصة إذا استمر عدم دمج العرب والمتدينين اليهود في أسواق العمل، وهذا سيعود بالضرر على الاقتصاد الإسرائيلي. نعم دكتور رمزي حلبي، يعني سنطلب منك لاحقا أن نستضيفك أيضا للحديث بشكل أوسع عن هذه الميزانية لو سمحت في الأيام القريبة، لأن هذا موضوع كبير، ولكن يعني الوقت للأسف قد داهمنا، وإن كنت أحببت أن أسمع أكثر عن هذا الموضوع الذي بعد دراما طويلة أخيرا وفق على ميزانية الحكومة. نراكم غدا في عناوين أفضل بإذن الله. إلى اللقاء.